بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باسمك يا طه المصطفى, باسمك يا طه المصطفى نفتتح جلستنا, باسمك يا طه المصطفى نفتتح جلستنا, وللعترة آلك سيدي نعلن مودتنا. لا ما نخاف من العدو يا سيد الهادي, ونعلنها صرخة بكل قطر هادي عقيدتنا. واختم بياتي بكل فخر وبعزة يا شيخ يا شيعة, واختم بياتي بكل فخر وبعزة يا شيعة. صلوا على الهادي النبي وكملوها فرحتنا. شيعي شيعي ورافضي, من يوم جابتني العزيزة الغالية أمي, شيعي ورافضي من يوم جابتني العزيزة الغالية أمي, غذتني بولاية حيدر الكرار, خلت هالولاية تجري في دمي. وإذا أذكر أهل بيت النبي الأطهار, وإذا أذكر أهل بيت النبي الأطهار, تزول وتنجلي كل ذرة من همي. ولجل آل الرسول العترة سمعني, صلاتك عن النبي يا أخوي النشمي. يا حبذا قبل كل شيء, يا ربي صل عليهم عدد الحصى, يا ربي صل عليهم عدد الحصى, واقبل تقربنا بألف صلاتي في ذكر أحمد. ارفعوا أصواتكم رغم العداد بأعطر الصلوات. نرحب بالحفل هذا أناسا, نرحب بالحفل هذا أناسا مع الأحباب هالليلة وناسا, وكل هموم خلونا انتناسا, ونفرح بالفرح كلنا سوية, ونفرح بالفرح كلنا سوية. إلى كاس الهنا أشرب وديرة, فرحنا غطى كل بلدة وديرة, وحفلنا أحضر بقلبي وديرة, ورش الحاضر عطور الزكية, ورش الحاضر عطور الزكية. اللهم صل على محمد. إجا العاشق, إجا العاشق في هالليلة وبيده ماسك بوردة, إجا العاشق في هالليلة وبيده ماسك بوردة, يطوف يقبل أخوانه تشوفه بروحة وبردة, وماسك سبحة في إيده صلاته عن النبي وردة. أقول إن البخيل الما يصلى على النبي بعده. صلى على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
اللي يحبك يا ابو صالح، اللي يحبك يا ابو صالح يطهر بهالليله قلبه، اللي يحبك يا ابو صالح يطهر بهالليله قلبه، ينظفه من كل ضغائن ويشعل بهالليله قلبه، ينظفه من كل ضغائن ويشعل بهالليله قلبه، واللي حاضر وهو حاقد خلى بس وجهه يقلبه، واللي ما يصلي على الهادي نطرده وما نحبه. محمد وآل محمد، اللهم صل. يتحفنا بما لديه من أبيات في هذه المناسبة، تفضل سيد. طبعا أنا كان واجب قصيدة، قصيدة يعني باللغة الدارجة، وإن شاء الله أتمنى يصير مجال أجيبها، ولكن السيد طلب قال عشان نكسر الجو نجيب فسحة، لأن خلاص يعني ما جبنا لك إلا نبطي. يا ذبل الشوك على جال الهوى، ذبل الشوك على جال الهوى، ونما في شوقه زهر الحنين، عبق فاح بأرجاء المدى، وله نفح كعطر الياسمين، وبساتين من الشوق نمت ونداها من دموع العاشقين، وسياج العشق غطى دوحة في ربوع القلب تسقى بالمعين. هكذا شعبان يأتي راسما، بسمة وارهة في كل حين، تزدهي في بدرها معلنة يوم ميلاد سليل المرسلين، يوم ميلاد سليل المرسلين. إنه المهدي ميعاد السماء، إنه المهدي ميعاد السماء، إنه غاية حب الوالهين، جاء للدنيا إماما مصلحا كي يداوي كل سقم في السنين. مرحبا في يوم ذكراك الذي قد تلا من جبه شوقا دفين، نحن بايعناك إيمانا وقد صار فينا الدين نورا ويقين، هاك يا مولاي عهدي راسخا رغم أنف الظالمين المجرمين. سوف يبقى العهد يا خير الورى، سوف يبقى العهد يا خير الورى، كل صبح رغم أنف الحاقدين، بايعوه أيها الحفل الكريم، وعلى الآل فصلوا وعلى الهادي الأمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذه قصيدة باللغة الدارجة تحكي عن واقع مرير نشوفه في سوريا، نشوفه الحين في لبنان، آخر مرة بعد جماعة الشيخ أحمد الأسير كما يقولون، فمصائب تمر بالأمة وفتنة كبيرة، فمن باب الهزل كتبت هذه القصيدة فيها شيء لمحاكاة الواقع. التفت لي، التفت لي وباوعني وخل عقلك كبير، التفت لي وباوعني وخل عقلك كبير، كنت جالس وسط بيتي شني بالراحة أمير، عيني للتلفاز تنظر وبيدي ماسك للعصير، لحظة لحظة ولا بث مباشر مصدرة جدا خطير، جالس القرضاوي والعرعور وعريفي وبشير، شو الخبر قالوا بيان اليوم، شو الخبر قالوا بيان اليوم، تقرير المصير وامسك المايك وتسودا ابن حسان البصير، لحظة ولا
بث مباشر مصدره جدا خطير جالس القرضاوي والعرعور وعريفي وبشير شو الخبر قالوا بيان اليوم تقرير المصير وامسك المايك وتسودن ابن حسان البصير قال اعلنا الجهاد اليوم واعلنا النفير الجهاد الجهاد حرروا ارض القصير اقتلوا كل الروافض اقتلوا كل الروافض اسحقوهم كالحصير كل شيخ كل بكر كل ثيب وصغير انفروا لا ترحموهم مثل فاروق النصير يا رجال الدين قوموا يا رجال الدين قوموا وانشروا الحق المنير يا نساء الدين شدوا رحلكم حتى نسير فالجهاد بالنكاح يعطيكم أجرا كبير وانتهت زوبعة كبرى وابتدت لحظة مصير والعريفي راح لندن يستريح من الهرير يلتمس فترة نقاهة ويشرب شوية شعير وانتهت زوبعة كبرى وابتدت لحظة مصير والعريفي راح لندن يستريح من الهرير يلتمس فترة نقاهة ويشرب شوية شعير ويسرح بليل العبادة غنوة يا ويلي أبير يا دعاة الفتنة يا دعاة الفتنة يا دعاة الفتنة يا دعاة الفتنة كفوا وانت عرعور الحقير أمة الإسلام مو لعبة فتاوى بلا ضمير أمة الإسلام تدعو بوحدة وتداوي الكسير وهذا مطلب كل محب للمصطفى الهادي البشير وهذا مطلب كل محب للمصطفى الهادي البشير ما نحب نتكلم بتهديد بس اسمع شصير باكر نجيكم مع المهدي ابن طه النظير باكر نجيكم مع المهدي ابن طه النذير ونمتلك بغداد والكوفة ومكة وهم عسير وطيبة نملكها وسامرة إذا حان النفير جيش نلفيكم مثل زوار عباس وشبير والزيارة بأربعينه لك رسالة يا الأسير والزيارة بأربعينه لك رسالة يا الأسير صلوا على محمد وآل محمد بس لجلك أبو صالح بس لجلك نوطن بالجرح أفراح ونبلل جفاف المحنة بالبسمة ونكلل ليالي الحزن وجع المدى وأنينه يتفجر وجع المدى وأنينه يتفجر ومساؤنا متوجع متكدر وصباحنا في تيهه متحير لا نور لا فجر بدا يتنور ألق العصا يا سيدي يا ابن الهدى وارفع فقارك فالربيع مسطر وافتح لوعدك يا إمام منافذا فالكون قد ناداك أين ستظهر حتى متى وإلى متى تحنو على كل الورى فقلوبهم تتصحر لم يبق غيرك يا بقية ربنا لم يبق غيرك يا بقية ربنا فساسة الغرب الخؤون تجبروا قد نكسوا رايات عز لعربنا قد حكموا بلدانهم بل قرروا والحكم والحكام سلم موقنا أن لا شريك لهم فهم من قدروا قد سلموهم قبة الأقصى وقد وصلوا إلى بيت الحرام وغيروا
قد سلموهم قبة الأقصى وقد وصلوا إلى بيت الحرام وغيروا بل سلموهم طيبة وطيبة وبقيعها وبنوا ديارهم وفيها عمروا ما الانتظار أيا إمام زماننا فالدهر من عظم الرزايا أبتروا أوليس دمعك للمصائب كاللظى أوليس قلبك بالنوائب يعصر أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك التي من كربلا لك تبحر ما الانتظار ما الانتظار أيا إمام زماننا فالدهر من عظم الرزايا أبتروا أوليس دمعك للمصائب كاللظى أوليس قلبك بالنوائب يعصر أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك التي من كربلا لك تبحر أوليس تلك النائبات وهولها قد مزقت في قلبك المتحير أوليس نزف النحر سيل عارم من عينك الأسمى يسيل ويقطر من عينك الأسمى يسيل ويقطر كل المصائب يا إمام عظيمة كل المصائب يا إمام عظيمة ومصيبة الطف العظيمة أكبر فاسرج لخيلك إن جرح زماننا يبرى إذا حلت لخيلك مشعر وأشر بإصبعك الطهور فإننا طوعا ورهنا للإشارة نعبر عهدا نلبيكم إذا حل الوغى ندعو الإله لديننا أن ينصروا وعلى الهداة الآل نرفع صوتنا متوسلين وبالصلاة فلتجهروا